انا بديت سمك بالبحر شي هي بطلت بيع ما تبيع يا خي المحل لك بيع لي هلا تعال خذ لي الليمون قلت لي بدك تقشر ليمون تقعد تقشر ليمون ما انا بعرف بطاطا حلوه للشوي بهالساعة بدها بطاطا مشويه بطاطا حلوه يعطيك العافيه كيفك يعطيك العافيه لا بس بدي احكي كلمه معك لو سمحت كيف صحتك؟ الحمد لله كيفك؟ ايش الحال؟ الحمد لله يعني البطاطا هاي لشو هاي للشوي صح؟ ايه بتحطها بالميكروويف مش احطها؟ بالميكروويف ايه شو بتعمل؟ شوية هيك طيبة طيبة ماشي والتفاح؟ التفاح للعصير للعصير قد ايه كيلو هذا؟ 20 20,000 التفاح؟ شو عم تحكي؟ 20,000 التفاح؟ ب 20,000 شو عم تحكي؟ ايه والله طيب بس تفاحات جرديات عندك سكينة لو سمحت؟ اكيد عندي سكينة اعطينا سكينة اذا بتريد شو بدك؟ يا اخي بدي اشوف التفاحات شو بدي اشتري 20,000 بركي طلعت مضروب التفاحة يا حبيبي كيف صحتك؟ ماشي الحال كيفك انت؟ منيح بس هاي طرية كثير ما نقاسي نعم شو انا ببيعك تفاح؟ نعم هذا التفاح شو ما بتقشر هيك؟ شو لك انا؟ هذا ببيعك اياه انا مثل ما هو ايه شو عم بتقشر هيك؟ عم اقشرها بدي اشوف التفاح اذا قاسي بس بتتاكل ولا ما بتتاكل؟ كله برادات كله برادات هذا ايه طيب هذا كيف صح؟ ايه انا اللي باخذهم بحاسبك فيهم ايوه منيح كلامي؟ يعني انا اللي بقشرهم بحاسبك فيهم هاي الليمونة ها؟ قد الليمون؟ 15 قد الليمون؟ كيلو 15 مش عم بسمع عم 15 ماشي حاطط بالبيتك لا يا خي ها؟ لك شو عم تعمل هلا انت هيك؟ نعم شو عم تساوي؟ خي عم اقشر ليمونات يا حبيبي ها؟ منيحك هولي ما بدي اياهم ها؟ بدي بس هو هيدا شو هيدا؟ مغربي ماشي هاي التفاح شو؟ هيدا طيب جردي تفاح جردي ماشي ها مش حامضة هاي؟ لا هيدا حلو هيدا نيحة نيحة ماشي ها هلا انت شو عم تعمل هيك هلا عم تقشر ولا شيء يا عم بدي اسألك سؤال انت بتشري سمك بالبحر؟ لا اكيد لا شو انا بشتري تفاحة مسكرة يعني؟ لا شو؟ هيك عمين هذا بيروحوا هلا نعم؟ عمين بيروحوا هدول؟ رح نتحاسب ما تعطى الهم ما تعطى الهم ما بيمشي الحال هيك شو تفاح وليمون هاي بدها شوي هاي بطاطا شو بدها هاي؟ هاي بدها شوي بطاطا؟ ايه انت مين قال لك البطاطا بتنشوي؟ انا عم بقول لك عم البطاطا؟ ايه هاي مسوق لك ها؟ ايه ايه حمرا مبين ايه هيدي حمرا هاي ها؟ كثير طيبة هاي جزرية ماشي ها؟ حطينا هاي هون منيحة ايه وها؟ ها؟ شو عم تعمل هلا انت؟ مش بطاطا حلوة هاي؟ ايه بطاطا حلوة ايه انت شو قلت لها؟ انت شو قلت لها؟ تنشوى تنشوى ايه ما صح؟ بتقشر هيك ما بتتاكل يعني هي هيك؟ لا شو؟ ما بتتاكل هيك لا هاي ما بتتاكل هيك؟ ها؟ هيدا لفرجيكم الخضرجية كله ما بيعرفوا يبيعوا ها يا اخي شو عم تعمل هلا هيك باين قلت لي ما بتتاكل بس بدها شوي نعم بدها شوي هاي ها مش هيك شو بعدك اشهر خلص يا اخي ما بدنا نبيع نعم ما بدي بيع يا اخي شو هذا شو ما بدك بيع ما بدي بيع هيك بدك تعمل هيك يا اخي شو هدول؟ اكتب لي اياهم لالي هول يا اخي شو قصدك فيهم هون؟ ما بصير ما بدي بيع شو ما بدك تبيع؟ شو هيدا هيك بطاطا منقشر وليمون منقشر ما بيمشي الحال نعم؟ ما بيمشي الحال هيك ما قلت لي هيدي ما بتتاكل وعم اكل ما بيمشي الحال هدول عمي بدك تروح هدول خساره هدول قد ايه حقهم هول؟ حقهم كثير
ها؟ نحن بنشتريها بالقشر بنبيع بالقشر. معلم بس سؤال. تفضل. أنت أول مرة بتبيع هون؟ أنا؟ أنت أول مرة بتبيع هون يعني؟ صار لي 20 سنة ببيع هون. سوق هون ونحن شو اسم المنطقة؟ الملة. الملة. كل العالم بياكلوا من عند الخضرجية أحلى خضرة مقشر، إلا أنت ليش لا؟ هي بيبيعوا مقشر. مقشر يا قيي مقشر. وين بيبيعوا مقشر؟ وين؟ أنت عم هلا عم تقنعني ولا أنت؟ وين عم بيبيعوا مقشر؟ كل المحلات هون. كلهم أنا بعرفهم، أهل الملة بحبوا ينبسطوا، بحبوا ما يقشروا شيء بإيدهم، ما يصنعوا شيء بإيدهم، بحبوا كل شيء ياخذونه للستات. مرتبين ينبسطوا ويريحوا نسويهم. انت عندك مشكله؟ اكيد عندي مشكله. شو المشكله؟ مشكله يا اخي بتشتري بتزير وبعدين بتاكل. كل الخضرجيه هون كل الخضرجيه هون بالمنطقه بيقشروا لهم اياهم، ليش انت ما بدك تقشرهم؟ في مشكله عندك يعني؟ شو هي؟ صايبه 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 هي صحتين كل بعد هدي ما بدي خلص منيحه منيحه قشر لها رمان كمان نعم فقي لها رمان نعم الله أشر للرمان، ايه هو الله أشر للرمان، شو؟ والله كمان دغري. رمان تركي. ايه. شغل تركية. ماشي، هول. ايه. هول يا عم. فقي لك اياه هون. فقي هون. فقي لي هون، أشر لي شي 2 كيلو ليمون، 2 كيلو تفاح. ايه. أشر لي البطاطا الحلوة، وهول إني عزوك بدي اياهم. ايوه. هي بطلت بيع. نعم. بطلت بيع. ليه؟ ما قال لي لا. ايه. بدي فقي لك الرمان وحط لك اياه بصحن كمان بكبايات الرمانات ولو ما بيمشي الحال ليه ما بيمشي الحال؟ ايه ما تبيع شو هن؟ بدك تدفع لي حق هدول اي هن؟ حق افراد هدول ليش يا عم؟ شو ليش يا عم؟ حق هدول حق مصاري يا عم نعم كمان بدك ما يشفي بدي غسل ايدي طيب ما عندك لينات عم عندك مشكلة معي؟ شو هي المشكلة عندك يا معلم؟ عندي مشكلة انه حق الاغراض هدول بدك تدفع لي اياهم انا بدي ادفعهم؟ اكيد يا اخي عيب والله عم نحكي قدام العالم وانا هيك ما بيمشي حال خي عم في عالم هون يعني انت هلا عم تحكي قدام العالم بقولوا عنك بخيل انا بدي اشتري سمك بالبحر شيء هي بطلت بيع ما تبيع يا خي محل الك بيع لي اياه محل الي بيعك اياه انا ما عندي محل خضرة انا ما عندي محل خضرة الله يخليك انا ما عندي محل خضرة انا خي اتجوزت وتستتت وقعدت بالبيت لغنج مرضي ودلع بس هالخبريه كلها لا بالبيت مش عندي هون انت شو شغلتك هون؟ انا ببيع انا هيك ايه بيعك الموز هيك ايه ما بقشر لك اياه لا انا شو رايك تبيع الموز هيك باخذهم هيك لا شو رايك؟ لا انا باخذ الموز لحاله وبشر لحال ايه كل شيء بقشر ايه وين عايش انت؟ يا امي معقول هيك بده يبيعني كل شيء بقشر ما بيصير هيك طيب والله ما بيصير هيك لا بيصير بطاطا حلوه توم فلت؟ لا والله يا عم الله جبر يستر ما عندي شيء يا عم نحن اليوم سكرنا والله ما عندنا شيء بطاطا لا لا سكرنا سكرنا عم نحن سكرنا سكرنا اليوم انت كنت معنا برنامج كاميرا خفيه اول شغله عيب لي عليك نحن حبينا نعمل فيك ضرب مهضوم نحن اتفقنا احنا وابنك تعا 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 الله يسامحك ابنك اتفقنا احنا وابنك لك الكاميرا وينها بس مش بس هاي كاميرا مش هاي كاميرا بعد في وحده ثانيه يلا تعا 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 شوف الثانيه وينها ليك وينها بلبس سياره جوا شفتها يلا باي يلا باي عبال باي عبال باي